سائل يقول: هل المذهب الأشعري مأخوذ من فقه الصحابي أبي موسى الأشعري رضي الله عنه؟ هل إيش؟ المذهب الأشعري. لا يا أخي، الأشعري أبو موسى الأشعري صحابي جليل بريء من مذهب الأشاعرة، إنما نسب إليه يقولون لأن أبا الحسن الأشعري من ذريته، والأشعرية قوم من اليمنيين، قبيلة من اليمنيين قال لهم الأشعريين. نعم.